طيب بسم الله، هذه حالة من الحالات تتكرر كثير في الكروان، في انتفاخين لو تلاحظوا. الطير هذا كبير، عمره كم يا ثامر؟ سنتين تقريبا، وعنده هنا زي الفروخ، زي اللي الانتفاخ حق الفروخ اللي هو الحوصة اللي بنعبيها. هذا مو هو أكل ولا شيء، لا نفرغه بس بالضغط الطبيعي. الآن بوريكم كيف نحاول. ارجع هنا بس، ايوه بس خليك كذا. نعطيه فرصة يتنفس. بعدين نرجع مرة ثانية نضغط. شوف دائما راس الطير محرر، يعني لما اضغط تحت برجع اعطيه فرصة يتحرك ويتنفس. مرة ثالثة نحاول نضغط أكثر. كذا نقدر نقول خلصنا المهمة. طبعا نقدر نعطيه بيبي لايت ونلقط. وقف، تبغى تكمل؟ لا خلاص، شو بيصور؟ نعطيه بيبي لايت من باب ايش؟ من باب حتى يستعيد عافيته اكثر. ممكن نعطيه ليمون، ممكن نعطيه مثلا فلفل رومي، جزر، هذه الاشياء كلها حتساعده في انه يستعيد عافيته. حبينا نعطيه دواء، ممكن نقدم له مثلا دواء كينكر للاحتياط. التجبن بعد الحالة هذه ممكن يصير. هذا وسلامتكم.